ما تفعله أنت لله يبقى، وما تفعله لدنياك ينتهي ويذهب. أما الدنيا فمجرد تخيلات، حينما يوضع الإنسان في قبره ما الذي يرى دنيا؟ الدنيا كتاب يقرأ من آخره لا من أوله. صور نفسك على بوابة الموت، كيف تنظر إلى حياتك؟ هذه هي الدنيا. مر الإمام علي بقبر وكان يحفر، فنظر إلى داخله قال: ما كان هذا آخره أجدر أن يزهد في أوله. قاع الدنيا لحدك، هي قاع الدنيا، نهاية الدنيا سراب.